هروح بقى مع حضراتكم للزمالك وسكان الزمالك، لانه يمكن اليومين اللي فاتوا دول سكان الزمالك وكتبوا ده كمان على مواقع التواصل الاجتماعي كانوا شامين في الاجواء يعني وفي الجو ريحة غاز بشكل يعني ملحوظ جدا، فده خلاهم يقلقوا وابتدوا يكتبوا ويعني يسألوا على مواقع التواصل الاجتماعي: يا جماعة حد تاني شمم ريحة غاز ولا دي منين، ولا الريحة دي جاية منين ولا ايه. فالمهم يعني ان الشركة المصرية لتوزيع الغاز الطبيعي في المودرن تاون جاز اعلنت، هي طبعا احدى شركات قطاع البترول، اعلنت من خلال صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي على الفيسبوك تحديدا انه في استمرار لاعمال تعطيل خط غاز متعارض مع اعمال مترو الانفاق في الزمالك في الشوارع شارع البرازيل، احمد حشمت، واسماعيل محمد. الشركة بتهيب بالعملاء عدم الانزعاج عند الشعور بوجود رائحة الغاز، وبتؤكد الشركة انه هذه الاعمال هتتم باعلى معايير الجودة والسلامة لضمان امان العملاء، وبناء عليه فوجب التنويه لطمأنة العملاء وانه لن يتم قطع الغاز عن العملاء. هي بتطمن طبعا، البيان امام حضراتكم على الشاشة من الشركة، والخط الساخن كمان بتاعهم او رقم الطوارئ كمان كما هو موضح في البيان 129، وفي ايضا خط للتواصل مع خدمة العملاء، وفي موقع الكتروني، كل وسائل التواصل. هي الشركة حريصة ان هي تطمن سكان الزمالك اللي طبعا قلقوا من انه في ريحة غاز في الجو، بتطمنهم ان ده بسبب الاعمال وانه الاعمال بتتم على اعلى مستوى، وبتطمنهم كمان انه حتى والاعمال دي شغالة مش هيتم قطع الغاز عن اي من السكان او العملاء العملاء التابعين لهذه الشركة، فاطمنوا إن شاء الله يعني خير ومفيش أي داعي للقلق. أروح مع حضراتكم بقى لقطاع السياحة. احنا الفترة اللي فاتت ويمكن يعني خلال سنتين بس من السنتين ثلاثة اللي فاتوا شهدنا أحداث سياحية رائعة نقلتها كل وسائل الإعلام العالمية، بداية بقى من نقل موكب المومياوات من المتحف المصري في التحرير لمتحف الحضارة في الفسطاط. كان موكب مهيب جدا، كل العالم كان منبهر باللي بيحصل في بلدنا، وغيره من الأحداث برضو في الأقصر كان في بعد إعادة إحياء وتطوير طريق الكباش، ومنتظر أيضا الحدث العالمي اللي هيكون عالمي على أرض مصرية وهو افتتاح المتحف المصري الكبير. لكن وخلونا نقف بقى عند نقل موكب المومياوات من المتحف المصري في التحرير، وشكل بقى المتحف بعد نقل الملوك مصر العظماء من المتحف اللي في التحرير لمتحف الحضارة. التطوير اللي حصل بقى في المتحف المصري في التحرير شكله ايه؟ اساليب العرض في المتحف اختلفت بقت عامله ازاي؟ ايه القطع الاثريه اللي مازال المتحف المصري في التحرير بيضمها وتكون جاذبه كمان للسياح؟ لانه لما بنقول اصل اعظم ملوك مصر غادروا المتحف المصري في التحرير واتجهوا الى متحف الحضاره، بعض الناس ممكن تعتقد انه مقتنيات المتحف المصري القديم في التحرير يعني ما بقتش بتحتوي على حاجه تلفت للانتباه، لكن على العكس، وده لأنه مصر بلد الحضارة وفيها يعني أكبر عدد من الآثار على مستوى العالم، فدايما كل متاحف مصر حتى المتاحف اللي في الأقاليم بالمناسبة اللي مش واخدة الصيت ولا الشهرة الواسعة زي المتحف المصري في التحرير والمتحف المصري الكبير ومتحف الحضارة وخلافه، لكنها برضو بتحتوي على أثار مهمة جدا وبتحكي فترات لأسر مهمة في تاريخ مصر. خلونا نعرف التفاصيل عن المتحف المصري في التحرير والتطوير اللي حصل فيه. معنا على تليفون الأستاذة صباح عبد الرازق، مدير عام المتحف المصري بالتحرير. صباح الخير يا أستاذة صباح، أهلا بحضرتك. صباح الخير أستاذة آية، صباح النور. أهلا بحضرتك. خلينا نتوقف عند التطوير اللي حصل في المتحف المصري في التحرير، شكله إيه؟ إيه اللي اختلف في طريقة العرض عن اللي كان موجود قبل كده؟ الحقيقة المتحف المصري بيشهد دلوقتي أكبر تطوير في عمره اللي بيمتد ل 120 سنة. التطوير بيضم تطوير متحف المبنى نفسه لأن هو مبنى تاريخي عمره 120 سنة زي ما قلت لحضرتك، رجعنا بالألوان الموجودة في الحوائط سواء في الطابق الأرضي أو الطابق العلوي للون الأصلي وقت افتتاح المتحف عام 1902. ثانياً التطوير بيشمل عرض القطع الأثرية داخل المتحف. بدأنا ب 22 قاعة بتمثل عصور ما قبل التاريخ وعصر الدولة القديمة
وعصر المتأخر والعصر اليوناني الروماني، وأيضا إعادة عرض مجموعة هامة جدا موجودة في المتحف المصري، هي مجموعة آثار تانيث. التطوير بنبدأ من مدخل المتحف بعصر ما قبل التاريخ، تم إعادة عرض آثار عصر ما قبل التاريخ في المتحف المصري، وبنبدأها بلوحة هامة جدا بتصور الملك نارمر وهو يخلد ذكرى توحيد قطري مصر الشمالي والجنوبي. في عصر ما قبل التاريخ عندنا سيناريو العرض الجديد بيتضمن الحديث عن الملكية في بداياتها الأولى في مصر القديمة، ثم الحياة اليومية والأدوات التي استخدمها المصري القديم في البدايات الأولى من التاريخ المصري القديم. في عصر الدولة القديمة اللي هو بيكون على يسار الداخل مباشرة، بنبدأ بتمثال الملك زوسر، وده أقدم تمثال لملك بالحجم الطبيعي هو موجود في المتحف المصري، والمتحف المصري احتفظ بيه ان هو طب ايه اللي اختلف يا استاذه صباح في طريقه العرض لكل هذه القطع الاثريه النادره والمهمه بكل تاكيد؟ هل مثلا اسلوب او طريقه الاضاءه على القطع الاثريه، هل مثلا كنا بنسمع في بدايه خطه التطوير مثلا لوحات الشرح انه هيكون الى جانبها شرح صوتي مراعاه لاصحاب الهمم من مثلا الصم والبكم وخلاف، وهل ده معمول بالفعل بعد التطوير في المتحف في طريقه العرض؟ هو طريقة العرض اختلفت في عرض القطع الأثرية نفسها داخل الفترين، كمان الفترين تم الحفاظ على الفترين التاريخية المميزة جدا للمتحف المصري، تم تطويرها، تغيير الزجاج ليها، تغيير الدهانات الخاصة بها، تم أكيد مراعاة أصحاب الهمم إن في عندنا في المتحف المصري بطاقات بطريقة برايل، المسارات الخاصة برضو بالمكفوفين برضو تم مراعاتها في الشرح في المتحف المصري. التطوير كمان شمل تثبيت القطع الأثرية بأحرص الطرق، تثبيت القطع الأثرية في العالم بحيث أن هي ما يكونش فيه تشويش على القطع من خلال تثبيت القطع نفسها. الإضاءة كمان التطوير بيشمل الإضاءة القطع الأثرية بأحدث نظم الإضاءة العالمية، وده مستمرين فيه حاليا. التطوير كمان شمل أن إعادة العرض وفق سياق مختلف، يعني احنا حفظنا على التتابع التاريخي في الطابق الارضي، لكن داخل الفتره الزمنيه الواحده زي عصر الدوله القديمه تم عرض القطع الاثريه بسياق مختلف. يعني مثلا في قاعه 42 بالطابق الارضي دي تم تجميع فيها عصر ملوك بنات الاهرامات الجيزه، الملك خوفو، الملك خفرع، الملك منقورع، تماثيلهم كلها اتجمعت في قاعه واحده. وبعدين تماثيل الاسره الخمسه والسته موجوده في الممر ومعروضه يعني بطريقه راعيتوا التتابع الزمني بحيث الزائر او السائح اللي يزور المتحف يشعر كانه في رحله عبر الازمنه وعبر الاسر المصريه القديمه المختلفه. طيب انا فهمت من حضرتك في التطوير بما يخدم ذوي الهمم انه تم مراعاه المكفوفين تحديدا والعرض او الشرح في منه بطريقه برايل. فيما يخص مثلا الصم والبكم، يمكن في عدد من المتاحف حول العالم في اسلوب متبع انه يكون في شرح صوتي بيتغير كل ما بتمر مثلا على قاعه مختلفه، بتبتدي او يبتدي الشرح الصوتي يشرح لك انت موجود فين، بحيث انه حتى لو ما انتبهتش الى اللوحه الموجوده او مثلا ما بتعرفش تقرا اللغه دي فبيشرح لك انت موجود فين بلغات مختلفه. هل ده موجود فيه او موضوع في الخطه؟ هو ممكن يكون يعني موضوع في الخطه فعلا، انما احنا عندنا قسم التربيه المتحفيه لذوي الهمم، هم بيرافقوا كل رحله او كل مجموعه من ذوي الهمم بتيجي للمتحف المصري وبيشرحوا لهم المتحف المصري، سواء الاعاقه الحركيه او الاعاقه السمعيه، كل دوت بيقوم عليه قسم التربيه المتحفيه في المتحف. بشكرك شكرا جزيلا استاذه صباح عبد الرازق مدير عام المتحف المصري بالتحرير، شكرا لحضرتك.